Ainsi, مرحبا بكم في الجزء الثاني من الفيديو. توا باش نتوكلوا على ربي ونبداو نصلحوا على الاكزرسيس هذا. دونك كيما كنت نحكي لكم، اون انتربريز اللي لازم تشدوا في مخك انت هو سيت اون اورغانيزاسيون ا بوت لوكراتيف، هي منظمه نفعيه ذات صبغه ربحيه. باش نجم نكون انا المؤسسه هذيا يلزمني دي غوسوس. لي غوسوس قلنا عليهم من بكري هما الغوسوس الماتيريال، كيما عندنا في ليكزومبل نتاعنا الماكينه الكهرباء والا ليزيكيبمون، لي غوسوس فينونسيير الفلوس اللي تحطوا في البنك والا اللي تحطوا في الكيسة، ودي غوسوس هيومان واللي هما الخدامه والسكريتير وغيره اللي جبناهم. قال لك لهنا لاكتيفيتي نتاع الشركه تتمثل في انها تشري وتبيع ماتيريال باش تحقق به ارباح باش تعمل اون ريباراسيون. عندنا لي دو زاسوسي المساهمين الزوز ولا الشركاء الزوز احمد يوسف، كل واحد كما كنتوا تشوفوا جاب 20 مليون الفلوس اللي حطها في البنك، 60 مليون قيمه الكهرباء، 15 مليون قيمه لي زيكيبمون لي زيتاجير والكل، و5 مليون حطيناهم في القجار نتاعنا في الكاس. دونك باش نبداو نجاوبوا بالسؤال بالسؤال. السؤال الاولاني قال لا كونستيتيسيون دو لونتربريز نيسيسيت دي زابور. أول حاجة لازم نعرفوا أنه لابور هما المناب، شنو واجب كيسكو تو أبورتي. لا سوم دي زابور يتسمى كابيتال، وهذه أول ملحوظة لازمكم تعرفوها. كي يجيك في دوفوار يقول لك كاسكان كابيتال، لو كابيتال هو لا سوم، هو لا سوم دي زابور. هذه أول ملحوظة لازمكم تعرفوها. قداش عندنا من نوع نتاع أبور؟ هذا باش نخليوه للسؤال الثاني إن شاء الله. بيه توا قال لك ديتيرميني لو كابيتال دو لونتربريز. تجي نشوفوا لابور نتاعنا، قداش عندي من عبد جاب لي لابور؟ عندي زوز، عندي احمد، جاب احمد جاب لي 20 مليون حطهم في البنك، وجاب لي خليني نحط ايطوال، وجاب لي كاميونه دونك باش نقول ولا كهرباء ولا اللي هو، باش نقول اون فواتور قيمتها الفواتور هذيا 60,000 دينار. اتفقنا يا جماعة؟ باه. وعندنا يوسف، اش جاب يوسف هذايا؟ جاب ديزيكيبمون قيمتهم 15,000 دينار، ايكيبمون، وجاب 5,000 دينار حطهم في الكاس. اسكو سي كلا؟ هو جا لهنا قال لك احسب لي لو كابيتال، وحنا نعرفوا انو لو كابيتال هو لا سوم دي زابور. أحمد جاب 20 مع 60 جاب 80,000، وسي يوسف جاب 15 مع 5 جاب 20,000، مالا مجموع القيمة الجملية متاع ليزابور هما 80 مع 20 باش تعطينا 100,000. وهذا كيفاش باش تجاوب انت على السؤال اللي باش تقول كابيتال يساوي 20,000 أهاي مع 60,000، وهذا اللي جابهم سي أحمد، مع 15,000 مع 5,000. 15,000 هاي و 5,000 هاي باش يعطينا 100,000 دينار. باهي اون بتيت رومارك لهنا، ردوا بالكم ساعات راه يقول لك جاب زوز كراهب الكرهبة ب 60، بالطبيعة باش تعمل 60 في الاثنين. يقول لك جاب ديزيكيبمون ويقسم لك، يقول لك مثلا ديزيتاشيغ سوم 5 ملايين الاخرين. دونك ردوا بالكم في الكلام اللي يتقال، بالطبيعة هذوما زوز جابهم أحمد وهذو مازو جاب يوسف، وهكا تكون جاوبت على السؤال الأولاني. نمشي نشوف السؤال الثاني. طب السؤال الثاني قال لك بريسيزي، حدد بريسيزي كاسكو تو دوا بريسيزي لا ناتور دو شاك أبور. قداش عندنا من أبور؟ عندنا أربعة، عندنا 20 60 15 و 5. قال لك كل واحد من الأربعة هذوما تقول لي شنو هي الناتور نتاعو على أبور هذا. كالعادة باش نرجعوا للكور نتاعنا. باش يقول لنا الكور نتاعنا، يقول لنا انه عندنا 3 تيب دابور، لا ناتور دابور عندنا ثلاثة. دونك اون ا 3 تيب دابور، هذا الكور اش يقول؟ باهي لابور الاولاني اسمه ابور اون ناتور، وكي نقولوا ابور اون ناتور هو كي يجيب حاجة نعرفوه كهرباء ماكينة لوكال قطعة أرض، واضح؟ دونك لابور اون ناتور اكزومبل ماشين.
équipement local وانتي مش كل حاجة نسميها باسمها ونعرف. عندنا لابور الثاني، نوع ثاني بتاع لي زابور، عندنا ابور اون اسمه مليح نو مي غير ابور اون نو مي غير ابور لولا اون ناتور طبيعة حاجة معروفة ابور اون نو مي غير نقصد بها هنا الفلوس لارجون جيب نقد. احنا نعرفوا انه كي نجي باش نعمل بار اكزومبل مساهمه في بناء مسجد ولا غيره، فما شكون يجيب معناها يجيب حاجات ماديه يعطي فلوس، يعطي فلوس يعطي روسو، وفما يجيب حاجات عينيه تتسمى بالعربي، عينيه مثلا يجيب حصيره، يجيب ياجور باش يبني بيه، يجيب سيمان ما يعطيش فلوس. انا يجيني ساعات واحد يطلب فلوس، كان يقول تعطيني باش ناكل حويجه مثلا، كان تعطيه دينار ولا تعطيه 5000 ولا تعطيه 100 فرنك، تقول يمشي يشري بها حاجه اخرى وهو لابس عليه وسي سي، تقول انت ماك جيعان تمشي تشري له خبزه. دونك كان تشري له خبزه تتسمى ناتور، وكان تعطيه فلوس تتسمى اون نيميرير. وشنو هي المرادف نتاع لارجون بالنسبه لنا؟ يا اما فلوس صبيناها في البنك يا اما كاس. يظني واضحه لهنا لابور اون ناتور كي تبدا حاجه معروفه ماكينه ارض كذا، والفلوس تسمى ابور اون نيميرير. النوع الثالث اللي احنا ما نركزوش فيه، انتوما راكم باش تركزوا لي على زوز هذوما، غدوه في ديفوار كي يقول لك احسب لي راك باش تحسب زوز هذوما. النوع الثالث نتاع لي زابور باش نقول لكم خاطر من الثقافه انكم تعرفوا، ينجم في القسم يحكي لكم عليه، ينجم يسالكم عليه يقول لك فما شي دوتر تيب دابور ابار اللي موجودين في القسم اللي في الاكزرسيس اللي هما ناتور اون نيميرا. يتسمى ابور، ابور اسمه مليح اون نان دوس تري، وما عندها حتى علاقة بالصناعة. لابور اون اندستري نقصد بها لو سافوار فير. مثلا انا نقول احمد عنده فلوس، يوسف عنده فلوس، وباش يعملوا ريباراسيون ماهمش باش يجيبوا لي تكنيسيان، انا عندي شهادة في الالكترونيك باش ندخل معاهم شريك. باش بالمعرفة متاعي نجم ندخل معهم شريك بالعلاقات نتاعي، عندي علاقات كبيره، نعرف لي فورنيسور وغيره. ما ندخلش بفلوس، ندخل احنا بلغتنا العاميه بالتونسي يقولوا ندخل بصحه الابدان، نقول له ما اسمع انا ندخل شريك معاكم ب 10%، ندخل معاكم شريك ب 10% وانا ما جبت حتى شيء. ما انا جبت العلاقات نتاعي، المعرفه نتاعي، لو سافوار نتاعي، لو سافوار فير اين سي سويت. اسكو سي كلير؟ عطيت ليكزومبل مثلا انا وزير سابق بار اكزومبل، الوزير السابق هذايا عنده علاقات مع وزراء اخرين، عنده علاقات مع دي بي دي جي، مع غيره. دونك ندخل معاهم شريك، ما ندخلش نخدم سالاري، ندخل نخدم بالباء. هذه تسمى ابور اون اندستري. متفقين يا جماعه؟ توا حسب اللي كتبته بالاحمر اللي هو الكور نتاعكم، باش نحاول نقسم لي زابور اللي موجودين عندي. اي سي باش نعمل جدول صغرو ونقول عندي ابور اون ناتور، وعندي أبور أون نو مي غير. ما قلنا لابور أون إندستري ما نعرفوهاش. خلينا نبداو ما نعرفوهاش دون سونس اللي ما نخدموش عليها. الأولاني أحمد، أحمد جاب 20,000 دينار. شنو هي 20,000 دينار؟ فلوس حطهم في البنك. اسكو أون ناتور ولا أون نوميغير؟ صحيت أبور أون نوميغير. دونك شنو نقول؟ بنك القيمة نتاعها 20,000 دينار. باهي. جاب آخر، جاب اون فواتور اوتيليتير، فواتور كهرباء ماهيش فلوس، دونك حاجة معروفة، حاجة عينية. دونك شنقول هنا؟ اون فواتور القيمة نتاعها 60,000 دينار. هاي. ويوسف جاب، يوسف جاب participe par des équipements، équipements معناها ماكينات، معناها des étagères، حاجات ماهمش فلوس. دونك شو نقولوا؟ équipements en nature قيمتهم 15,000 دينار. وجاب déposé en caisse montant de 5,000 دينار، دونك فلوس حطهم في الكاس ب 5,000 دينار. تحبوا بالطبيعة تعملوا التوتال، قداش عندي التوتال؟ 60 مع 15 75,000. هذا هو التوتال بتاع شنو؟ بتاع لابور اون ناتور.
والابور اون نيميرير 25000. بالطبيعه كي نجمو 25 مع 50 باش نلقاو ال 100000 دينار اللي هو لو كابيتال دو لونتربريز. اسكو سي كلير؟ توا الاولاد احمد شنو هي جايب احمد؟ احمد ا ابورتي زوز ابور اون ناتور و ابور اون نوميرير. دونك ويوسف كيف يوسف زاد ابورتي ابور اون ناتور و ابور اون نوميرير. العبد اللي يجيبهم الزوز مع بعضهم لابور اون ناتور مع لابور اون نوميرير كي يجيبهم الزوز مع بعضهم هذا نسميوه يا الاولاد ان ابور صحيتو ميكست. اش معناه ابور ميكست؟ العبد اللي يجيب زوز انواع مختلفين. اش معناه؟ معناه يجيب لي اون ناتور و اون نوميرير مع بعضهم كيما الكلكا نتاعنا. يجيب لي اون ناتور و اون اندستري مع بعضهم. يجيب لي اون نوميرير و اون اندستري مع بعضهم. ولا يجيبهم الثلاثه مثلا باش نعمل الشكل ريكتانغ. ولا واضح؟ دونك يجيب كعبتين والا ثلاثه من لي زابور اللي موجودين نحكيو وقت على ان ابور ميكست.